أنا في رحمة ربي بالجمعة يوم مبارك راحوا نجوا هما ما يردوش عالسلمية هذه راهم جابوا خبراء من بعض يقموا لهم عالسلمية هذه والخبراء اللي جابوهم راح يعطيونا جائزة نوبل للسلام. هذا الشعب العظيم ما لازمش نتقلقوا يا خوتنا ما لازمش نتقلقوا لازم نعرفوا نديروا سياسة يا جماعة بركات من سيدي محمد راهم دورونا كاع سيدي محمد سمعنا كوب لي عيو الحراك في سيدي محمد نهار الجمعة ما يجوش لهنا الناس دعية أو جسي أو جاءوا يحيى ويحيى غسلوا له الفوفي حكوا له الفوفي رئيس محكمة استقبلوا تحت معناتها تخلوه الداخل قالوا أنت ما تقدر قالوا أنت ما اسمح لي قالوا أنت ما تقدرش تهضر معايا كاع ما نشوفوش واش كاين نحاولوا رئيس حكومه رئيس حكومه بيت شارع يا جماعه بلا تكونوا في بالكم ما تدخلوها في رسالكم رئيس حكومه عنده محكمه خاصه والمحكمه هذه عدلة في الجزائر بصح الهيكل تاعها ما كاش كاين في الدستور هذه المحكمه بصح الحي الهيكل تاعها ما كاش الهيكل تاعها كان عند هذا الوزير تاع العدل جميع ملف يجي لعنده يخبيه والسلام عليكم ما تكرهوش يا جماعة والله يرحم الشهداء إن شاء الله.